حبيب المحفوظ صباح اليوم بالمدرسة الوطنية لتكوين الأساتذة مسابقة في اللغات الفرنسية كتابة وإملاء لصالح عدد من تلاميذ المستويات الابتدائية والثانوية. تأتي هذه المسابقة مساهمة من الهيئة في تطوير التعليم وإحياء لذكرى المغفور له حبيب المحفوظ. تلاميذ من مختلف الأعمار والمناطق تنادوا صباح اليوم للمشاركة في مسابقة هيئة حبيب المحفوظ في مادة الفرنسية كتابة وإملاء. هيئة حبيب المحفوظ معدلة مسابقة اليوم لتلاميذ التعليم الأساسي وتلاميذ التعليم الثانوي، وعندنا جوائز لهم. عم نتكفلوا بعدد من الطلاب، تلاميذ 2 ابتدائي في الوقت الحالي، وهامنا إن شاء الله تعالى وفقنا مولانا إن شاء الله شاركوا في عدد أكثر إن شاء الله. تتضمن المسابقة إجراء امتحانات في كتابة اللغة الفرنسية أسلوبا وإملاء، وتشمل المستويات الابتدائية وحتى الثانوية، وسيحصل المتفوقون فيها على منح دراسية وجوائز رمزية لتشجيعهم في مسيرتهم الدراسية. حبيب محفوظ كان شجاع، حبيب محفوظ كان مدرسة نحن صحافة بالذات، ومدرسة الناس اللي تكتب بهذه اللغة الأجنبية اللي قالها اللغة الفرنسية، ومدرسة في الوحدة الوطنية مش عنا، مازال معانا مش عنا، خلف وراه طفلتين وقلم. أولياء التلاميذ عبروا عن سعادتهم بهذه المسابقة نظرا لشفافيتها ووضوح معاييرها ولمساهمتها في تشجيع التلاميذ على التحصيل الدراسي. أنا جاية مع طفيلة مشاركة في هذه المسابقة وراجع لها التوفيق، دعوة دون تدخل بعد حد من الأباء بالنسبة لنا احنا بقى. ولين عاد ما فهم تدخل نحن، لا ان شاء الله تعود باطه، تعود الله بشفافيه ان شاء الله. التوفيق لهي زميلات اللي معاها كامل. المسابقه مساهمه من الهيئه في نهضه التعليم وتطوير اداء التلاميذ، اضافه الى كونها احياء لذكرى احد الشخصيات الاعلاميه الوطنيه البارزه.